نروح للخبر المحلي الوحيد وهي بطولة أفريقيا للرماية على أطباق المروحية. مصر تحصد 35 كأسا في هذه البطولة. اللعيبة المصرية سيطروا على المراكز الأولى وكؤوس البطولة الأفريقية الثامنة للرماية على أطباق المروحية، واللي اتلعبت على ميادين نادي الصيد بمدينة 6 أكتوبر في الفترة من 12 لحد 15 مايو اللي احنا فيه. البطولة شهدت منافسة قوية جدا بعد ما قدر لاعبتنا أنهم يحققوا 35 كأس بشكل إجمالي. البطولة شارك فيها 250 رامي ورامية من 9 دول، ودي النسخة الثامنة اللي تستضيفها مصر، وده يؤكد على ثقة الاتحاد الأفريقي في قدرة مصر على تنظيم البطولة بالشكل الأمثل. عشان نعرف أكتر عن البطولة دي يلا بينا نروح للتقرير اللي عملناه ده لحضراتكم نتفرج عليه، وبعد كده نطلع لفاصل عشان بعد الفاصل أستقبل ضيوفي أبطال أفريقيا الكابتن محمد مصلح حميد والمدير الفني كابتن خالد أبو زينة المدير الإداري واللاعب صاحب يعني دور كبير في الفوز عبد الرحمن الحسيني، ولكن بعد التقرير وبعد الفصل. البطولة دي عبارة عن ثلاث مسابقات، المسابقة الأولى اللي هي بطولة الجائزة الكبرى، ثم كان يليها بطولة كأس الرئيس، ثم لمدة يومين متتاليين هم البطولة الأفريقية المفتوحة التي يشارك فيها الدول الأفريقية وأي دولة من دول العالم. فنقدر نقول إنها انتهت النهاردة آخر يوم في الفعاليات، يمكن دلوقتي حاليا النهايات مستمرة علشان نقدر نحدد باقي المراكز في جميع المسابقات. ونقدر نقول إنه البطولة في حد ذاتها هي البطولة في نسختها الثامنة، وبالتالي احنا عندنا ثقة في الاتحاد الدولي ان احنا ننظم هذه البطولة للعام الثامن على التوالي بدون توقف، حتى في ظل جائحة كورونا استطعنا استضافة مثل هذه البطولة وبطولات عالم ايضا في هذه المسابقات. موضوع التنظيم دي هو عبارة عن لجان متفق عليها بين وزارة الشباب والرياضة وبين الاتحاد المصري للرماية. هذه اللجان فيها دراسات كبيرة جدا ان احنا ازاي نستطيع من تطوير أدائنا علشان الدول لما تحضر للاشتراك في المسابقة تستطيع أن تعلم أن كل مرة يوجد إضافة في استضافة البطولات. النهاردة التنظيم هيكون أحسن من المرات السابقة، لأن احنا عندنا اللجنة المنظمة الخاصة بتنظيم البطولة في آخر يوم بتنظم في حفل الافتتاح وبتنظم في المسابقات النهائيات. هنشوف النهارده حاجه جديده طبعا بالنسبه لعدد الميداليات اللي تم الحصول عليها للفريق المصري، وفي الفرق احنا حصلنا على الميداليه البرونزيه، طبعا عندنا ابطال عالم من انجلترا ومن ايطاليا، ولكن تفوقنا على باقي الدول الاخرى المشاركه، والحمد لله يمكن هيبقى لنا حظ وفير في ميداليات كثيره وفي مسابقات متعدده في هذه البطوله. احنا بنستنى البطولة دي سنويا ان كانت بطولة عالم او بطولة افريقيا. النهاردة هو تتويج او النتيجة للمجهود اللي تم طول السنة. الحمد لله مع كل الظروف اللي حاصلة في العالم مصر بتثبت دايما انها بلد كريمة بتعرف تستضيف الناس. كرم الضيافة عندنا موجود، مصر أمانة، بالتالي الناس بتحب تيجي مصر، بخلاف الجزء الفني اللي بقينا رواد. مصر بقت رائدة في هذه اللعبة من الناحية الفنية ومن الناحية الرياضية. هو حضرتك التنظيم ناتج سنين شغل للجان. في حد سألني من شوية قال لي ايه ليه مصر الايام دي نتائجها كويسه، يعني ابتدت تنظم بطولات في مجالات كتيره. فقلت لها معناه انه في جت الناس المظبوطه في المكان المظبوط. النهارده ختام البطوله الافريقيه الثامنه على الاطباق المروحيه. طبعا النهارده بعد منافسات قويه ما بين المصريين والايطاليين والوفود اللي شاركت
في البطولة الإفريقية. كان الناتج بصراحة جميل جدا وأسعدنا أن بفضل الله أن تنظيم يعني أبهر الجميع من استقبالهم بالمطار، تجهيز الأسلحة، تجهيز الميادين، تسكنهم في الفندق، كل التفاصيل الدقيقة بكل تفاصيلها قدرنا أن احنا بفضل الله نوفرها لهم. بالنسبة للتغطية الإعلامية كنا قايمين بفضل الله بدور قوي جدا، وحضراتكم أكبر شاهد ودليل على التغطية. كذلك التغطية الأجنبية لفعاليات البطولة ونقل صورة قوية وحضارية لمصر بأن مصر تستطيع أن تنفذ وتقوم تبهر العالم بأفضل التنظيمات الخاصة بالفعاليات الكبرى سواء محلية أو عالمية أو إفريقية أو عربية.